فضيحة متوقعة ومتوقع أمثالها أيضا. لماذا أستاذة؟ لأن الطيور على أشكالها تقع، يعني هذا اللي منتحل الرسمية والشرعية المالطية أكيد يتوافق ويتفق مع المنتحلين للشرعية وللرسمية الليبية في طرابلس. هذا المجلس البائس، مجلس العمودات برئاسة السراج وابنه المعجزة، حقيقة يثبتون يوما بعد يوم ولاءهم للغرب وولاءهم للدولار. أنا لست مستغرب أبدا مما يحدث، وهذا قليل من كثير. المنطقة الغربية خارجة تماما عن الوطن أستاذة. طيب سيد رضوان، بنفهم ذلك. نعم، وزارة خارجية السراج أنكرت معرفتها بقدوم هذا الشخص، ولكن إدارة المراسم التابعة لنفس الوزارة أظهرت وثائق تثبت دخول هذا الرجل عبر موافقة رسمية. كيف تابعت هذا التناقض الغريب؟ أكيد أكيد أستاذة، يعني اسمحي لي بس بآخر جملة. طبعا بالنسبة للمنطقة الغربية خارج الوطن وسوف تدخل للوطن بدخول الجيش، يعني هذه من مسلمات رجل الشارع يا أستاذة. أيضا الآن هم يغطون، يحاولون التغطية على بعضهم بحجج واهية، والناس واعية، والتواصل الاجتماعي يفضح كل شيء. هذه فايز السراج المجلس الرئاسي هو الناطق الرسمي باسم القوى المحتلة وهي الميليشيات التي تتبع الدول الغربية، لكن المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، كل هذه المستويات النقطة المهمة عندهم هي مصلحتهم في ليبيا. إذا تناقضت مصلحة ليبيا مع مصلحتهم تنحيك ليبيا، ما عندهمش مشكلة، المهم مصلحتهم. فلذلك الحل أستاذة، الحل بيد جيشنا. جيشنا يدخل طرابلس. نعم طيب، نعم، لاحظنا التخبط الذي وقعت به وزارات السراج، حيث وزارة الصحة نشرت خبر وأزلته، ووزارة الداخلية أصدرت تجديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات مع الأجانب. يعني هل تعتقد أن الجهات التي تدعي أنها مؤسسات تعمل بشكل صحيح، أم أن وجود أفراد الميليشيات فيها يجعلها تعاني من فوضى عارمة؟ طبعا طبعا أستاذة، وهذا أكبر دليل أن لا يوجد تنسيق بينهم، وأكبر دليل أن كل واحد، يعني عفوا على العامية، كل واحد يقرب النار لخبيثته، وأكبر دليل أنهم ميليشيات وليست دولة منضبطة، دولة في تنسيق بين مؤسساتها. يعني بالله عليك يا حضرتك، يجي واحد يعني سراق منتحل شخصية ويدخل بكل رياحية واستقبال رسمي ومن أعلى جهات في الدولة المزعومة في المنطقة الغربية، مهزلة مهزلة، يعني هذه فضيحة. لكن أستاذة طبيعي، لأن أولا هؤلاء الذين في طرابلس مجلس العمولات لا يتحرون الدقة ولا يتحرون الوطنية أصلا، هم ليشبوا طمعا بالعمولات وبالتسهيلات وبالسرقة أستاذ، يعني تعرفي حضرتك في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وربك يضحك. نعم، المحلل السياسي رضوان الفيتوري، شكرا لك، كنت معي من الأردن.